رائد ذو 34 عاماً منذ طفولته وهو يعاني من مرض تخثر انسداد الوريد البابي الكبدي. هذا المرض نادر قد يصعب تشخيصه في بعض الأحيان. من هنا بدأت الحكاية. من أنا عمري 11 سنة تقريباً عملت عملية تمرارة، وبعد منا فترة صار عندي التهابات بالمصران نتيجة عملية المرارة، وبعد منا كمان صرت عندي مضاعفات بجسمي، اصفرار، حكة، تعب، خمول. بيعاني المريض مشكلة الانسداد التخثر اللي دائمة. طبعا اللي حالة المريض بيحتاجوا مثل هيك الحالات معالجات دورية، معالجات طبية دورية. في سنة 2016 عملنا دراسة كاملة عن الحالة المرضية، فوضحنا أنه وضع المريض بيحتاج المراقبة الدورية. فمرحلة أولى من المعالجة إعادة كافة فحوصات التشخيصية من جديد، وينعمل منظار غنوات المرارية. تقريبا بعد مضى سنتين من المراقبة، آخر محاولة عملية تركيب الدعامات لقنوات مرارية، وصلنا للمرحلة اللي فشل. فقررنا بهذاك الحالة أنه خلص عملية، آخر حل من المعالجة الطبية هو عمليات جراحية، فبيحتاج حالة المريض لزراعة الكبد. بدنا نتبرع في خي قدم وراءه تحاليل، خيي التاني وزوجتي لينا. من بعد ما اطلع عليهم الدكتور بتركيا لا انسب حل انه زوجتي. تعب كبد الحبيب، فلم تتردد الحبيبة عن اعطائه نصف كبدها، لم تتردد عن اعطائه حياة جديدة. ما كنت خيفاني، لا يعني أكيد، بس يعني ساعة العملية يعني ما في ساعة يعني بنزل، كانت شعور كتير صعب، وكيت كتير إنه فكر بابني إنه ما نروح اتنينتنا فيها وهيك، بس هذا الشعور. بعدين الحمد لله اتكلت على الله. الزوجة بدون الاستثناءات، بدون اللي تفكير، قررت إنه بدها تبرع، إنه هي موجودة وهي راح يتبرع. زعلت علي كتير، يعني أول شيء متردد، بس لقيت رجعت إنه كرمال نرجع نكفي من جديد، وكان عندي إيمان بالله قوي إنه تنجح. ما فكرت أتراجع أنا وعند الدكتور نفسي، لا ما أبدا، كنت قوية. بس آخر شيء لما قال لي إنه ابنك اعملي له لابنك انه مثل انه حياه جديده بعقلك، ارسمي له اياها هلا، ومثلا نفذي قبل ما يمكن تموتي، لان انت انه شوفي اهلك عندهم اوضه لابنك. ما لها شكر محدد، يعني فضل علي كبير، اكبر من شكر. ما زالت ثقافة وهب الأعضاء غير منتشرة بشكل كاف في مجتمعاتنا العربية على الرغم من أهميتها، ويعود ذلك لأسباب عدة، أهمها ظن العديد من الناس أن وهبهم لأعضائهم يخالف دينهم. حكم وهب الأعضاء قبل الموت أو بعد الموت هو جائز شرعا. كل شيء بيخدم الحياة وما بيسبب أذى للآخرين ما عندها اعتراض عليه، وهو من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء. ولكن أكيد في أطر وفي قواعد يعني مسموح فيها، لكي لا تعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان. ما بده يكون في دافع تجاري، يعني ما في مقابل مادي، وإنما هو عمل إنساني محض، لكي لا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشرى. إجمالا وهب الأعضاء بيصير انطلاقا من وصية نابعة من حريته للشخص هو. قد وصى
الإنسان قبل موته أن يوهب بعض أعضائه لآخر، وأن يتحقق به الموت. وهذا شيء من باب التعاون ومن إحياء النفس التي أكد عليها ربنا سبحانه وتعالى. نحن ندعي أن كل واحد قادر يقدر يوهب أعضائه بيكون عم يعمل بالنهاية خير لا يوصف. أي الإنسان يعطي الحياة للإنسان الآخر فكأنما الأحيا الناس جميعا. وبتعرف أنه قدام العينك تدريجيا يسوء لوضع حالة المريض وعم بيوصل لمرحلة الموت، وعندك القدرة تحسن تنقص الحياة المريض من حيث اللي تبرعك بالأعضاء. تبرعك بالأعضاء لا يضر لصحتك، فإنما رح تحيي للمريض من الجديد.